ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. لماذا قال محسنين؟ لأن القرآن يوصلك إلى أعلى مرتبة من مراتب الدين، الإحسان. عشان كذا قال هدى ورحمة للمحسنين. ثم فصل في صفاتهم فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعدها ماذا قال؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ترك القرآن وأقبل على الغناء، ويقول ابن القيم حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. الآن بسألك سؤال، لو جاء واحد وأعطاك شريط سي دي، قال هذا شريط سي دي منوعات في أغاني وفي قرآن، تقبله؟ تقبله؟ ما تقبله؟ طب قلبك، بعض الناس قاعد يدخل أغاني وقاعد يدخل قرآن، كيف تقبل تدخل أغاني في قلبك؟ طيب ما هو مصير من ترك القرآن وأقبل على الهوى والحديث الأغاني وغيره من الملهيات؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هناك هدى ورحمة للمحسنين، وهنا فبشره بعذاب أليم. الله.